بنتي عملت في روحها حاجه انا عملتها كويس وتقولوا لي ان انا مزوداها؟ طيب ممكن تهدي وتاخدي قرص الدواء؟ لا لا انا مش هاخد مهدئات ومش ههدى غير لما اعرف هي فين. سابت ابوها الساعه 8:30 لحد دلوقتي الساعه 4 الصبح، لا روحت وقافله تليفونها وما راحتش عند حد نعرفه، يبقى جرى لها حاجه، اكيد جرى لها حاجه. لا ان شاء الله مفيش حاجه. ان شاء الله مفيش حاجه، يا رب انك تكون في حاجه. بس كده بنتي راحت، بنتي راحت يا زياد، بنتي راحت. استنى. لقيتوها؟ لا اسم ولا مستشفى يعرفوا عنها أي حاجة. تبقى بخير يا خالتي إن شاء الله. يا عذراء أنا عمري ما هسامح نفسي لو حصل لها أي حاجة. يا لما سبتك كانت حالتها عاملة إزاي؟ أنا ما سبتهاش غير لما اطمنت عليها وبقت كويسة. وبعدين هي قالت لي راح البيت، كلمتها في التليفون وانا في العربيه، قالت لي انها مقربه من البيت خلاص. ايوه وانا كلمتها بعد ما قفلت معاك وقالت لي ان هي كانت بتكلمك وحكيت لي على اللي حصل، بس قالت لي كمان ان هي جايه على هنا. الطريق من المكان اللي كنت فيه لحد هنا ما فيهوش اي حوادث الحمد لله. الحمد لله. ايوه حبيبه لقيتيها؟ لا لسه يا حبيبتي، اكيد لما يكون في حاجه هقول لك، وانت كمان مش محتاجه اوصيكي. ماشي مع السلامة. بعدين شريفة زمانها بتموت هناك. لسه قافلة معايا من شوية، ما فهمتش منها أي حاجة من كتر العياط. لين عربيتها؟ يا رب. أيوة ماجدة، لقيتوها؟ ايوه مجد، فريدة عندنا هون في دبي. حرام عليك انا كنت هموت. يعني ايه سافر دبي؟ يعني الحمد لله يا شه، الحمد لله انها بخير، الحمد لله انها مع مامتها دلوقتي، هما الاثنين دلوقتي مش محتاجين اي حاجه قد احتياجهم لبعض. هي فريدة متعلقه بمامتها للدرجه دي؟ فريدة للدرجه دي موجوعة ومصدومة مني. ظهر ان انا اب وحش اوي يا شهد. ما تقولش كده يا مصطفى. طب انت عارف النهارده كريم قال لي ايه قبل ما يخش ينام؟ قال لي ان عمره ما فهم دروسه الا لما انت ذاكرتها له. عمر الابوه ما كانت مذاكره مسالتين حساب. طب ولو قلت لك ان هو قال للولاد في النادي النهارده ان انا مامته وان انت باباه؟ بجد؟ وحياتك عندي وفريده كمان بتحبك قوي، ولا ما كانتش اتصدمت قوي؟ غيرانة مننا شوية يا سيدي، بس وحياتك عندي هخليها تحبنا وحاسسة ان البيت ده بيتها زي ما بيت شريفة بيتها بالظبط. I promise. ركبت العربية وقعدت الف بيها، كلهم كلموني يطمنوا عليا. أول ما شفت المسج اللي انتي بعتيها اللي بتقوليلي فيها أكلمك أول ما أسيب بابي، حسيت إني محتاجة أرمي نفسي في حضنك ومش محتاجة أي حاجة تانية في الدنيا. حسيت إني بردانة وعايزة أستخبى في بطنك كأني لسه ما اتولدتش. فتحت تابلو العربية لقيت باسبوري، بصيت على الفيزا بتاعت دبي لقيتها لسه فاليد. قفلت الموبايل وطلعت على المطار بس ملقتش ولا مكان على الطيارة.
قعدت اعيط للراجل لحد ما صعبت عليه وجاب لي مكان. جبتي فلوس التذكره منين؟ فيزا. قفلتي موبايلك ليه؟ عشان لو كنت قلت لاي حد اني هعمل كده كانوا هيمنعوني، حتى انت، بس محدش كان هيحس انا محتاجه لك قد ايه. انا كمان كنت محتاجه لك يا ديدا. متعرفيش انا كنت عامله ازاي؟ كنت هتجنن. كنت عارفه انك انت مع ابوكي. انت كنت عارفه يا مامي؟ ايوه يا اختي، عشان كده زرابيني كانت بتطلع لما بتجيبي سيرته. انا اسفه يا مامي. انا اللي اسفه ان انا ما كنتش جنبك في يوم زي ده. اسفه لما بهب فيكي زي المتروليوز وانتي مش عارفه ليه. انا زعلانه منه قوي. انتي عارفه انتي لو كان جرالك حاجه انا كنت اكلت مصارين. بس دلوقتي عين عليا كل يوم واشكره عشان رجعتي في حضني تاني. يعني ان عين امك. انتي يا مريم اللي بتعملي كده؟ دكتورة انتي وعدتيني ماكو احد رح يعرف غيرك، مش هدي؟ انا لسه عندي وعدي، ما تخافيش. عقب ما نام بساعتين ليلة العرس بقعد بروحي شني حتى منبه يمي، ولو واحد نايم جنبي بحط له منوم قبل لا ينام، وحد رابطني بفك نفسي بروحي واتسحب، اتسحب لين برا في اي مكان بعيد عن اهلي، واقص شعري عشان لا يصير العرس. ليه؟ مع انك انت بتستني الليله دي وقلتي انك انت ما حبيتيش غيره. تتذكرين شنو قلت لك؟ اكثر شي بيحبه فيني عبود شعرك. شنو بعد؟ وأخلاقك. وأكيد البنت اللي خطبها بيحب أخلاقها لازم تكون محافظة على نفسها، مش دي؟ وضحي أكتر يا مريم. يعني لازم تكون بكر